سلام المسيح. مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة. كل سنة وانتم طيبين، عام جديد نرى ونستمتع فيه ببركات الله ورحمات الرب عليكم وعلينا جميعا. النهاردة دي أول حلقات العام الجديد لـ 2024، أول مرة أقولها هو. خلينا يعني ننظر إلى ما صنع الرب في الماضي، نحمده ونشكره عليه، ونتطلع إلى المزيد من النعم قادمة حتى في أوقات المحن. إحنا شفنا يعني السنة اللي فاتت سبنا سنة مليانة بالكثير من التحديات والأمور المؤلمة جدا، لكن إحنا ما زلنا هنا النهاردة وأمامنا وقت إما للبركة أو للهلاك، والاختيار دايما اختيارنا. إما أننا نختار أننا نكون في حماية الله ومعية الله وحضور الله، أو أننا نختار أننا نشتت أفكارنا ولا ننظر ولا نرى ولا نسمع ما يضع الله في طريقنا من دعوة لمعرفته أكتر والتعمق في الحياة معه. كل واحد بيختار طريق. النهاردة أنا بختار وبقول لك يا رب أنت وأنت اللي بتسمعوني النهاردة تختاروا من هو الطريق والحق والحياة. نختار المسيح اللي هو الطريق والحق والحياة، اللي كان بالأمس أمين ويبقى النهاردة وإلى الأبد أمين. بشجعكم النهاردة أنكم ترفعوا عينيكم وقلوبكم أمامه، إله الأمانة عظيم الصنيع. الترنيمة الرائعة اللي كلها تسبيح وإيمان إن الله هو الأمين من يعني منذ الأزل وإلى الأبد. النهاردة أنا حابة أنه نقرأ مع بعض في بداية الحلقة مزمور 65. هنقرأ المزمور واحدة واحدة، والمزمور ده مزمور تسبيح أنا شايفاه شكر لله وأيضا رجاء في القادم على حسب قلب الله والخيرات اللي هو عايزها في حياتنا. فبيقول كده المزمور لداود النبي: تسبيحة لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون، ولك يوفى النذر. عندما يسبح داود الله في صهيون، هو بيقر ان وعود الرب حصلت في المكان اللي هو وعد فيه. ولما الإنسان يوفي النذر، بيوفي النذر لأنه نال اللي طلبه من الرب، لأنه رأى عمل الرب. فأنا بصلي النهاردة أنك تصدق وعود الله في حياتك، وتصدقي وعود الله في حياتك للسنة الجديدة، خطوة خطوة مع الرب كل يوم. من أحلى الآيات اللي بحبها جدا في المزمور ده: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. الكل يأتي أمام إله لا يغفل عن سماع صوتك، لا يغفل عن طلبات قلبك، لا يغفل عن احتياجاتك اليومية، لأنه معاك ومعاكي من بداية حياتك إلى أن إما تكوني معاه يا إما تختاري طريق آخر. أنا بصلي أنكم تكونوا الآن أمام من يسمع الصلاة ويلمس القلوب. داود بيقول: أثام قد قويت علي، معاصينا أنت تكفر عنها. أنت يا رب اللي ترفع عنا المعاصي، أنت اللي بتدفع التمن، إشارة للمسيح اللي دفع عني وعنك تمن خطايانا. إزاي نبقى عايشين في الحياة مع المسيح ومش شايفين كل النعم دي؟ كل كلمة في الكتاب المقدس بتشير لي، كل كلمة في الكتاب المقدس بتشير إلى الرجاء اللي لينا فيه مهما كانت الظروف. الله عنده نعم وبركات. بيقول له كده: طوبى للذي تختار وتقربه ليسكن في ديارك، لنشبع عنا من خير بيتك قدس هيكلك. بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلاصنا، يا متكل جميع أقاصي الأرض والبحر البعيدة، المثبت الجبال بقوته، المتنطق بالقدرة، المهدئ عجيج البحار وعجيج أمواجها وضجيج الأمم. يا رب أنت اليوم
ترى ما يحدث حول العالم كله، الأمم تضج بالضيق بالألم بالاضطهادات بالحروب بفقدان الأحباء بفقدان المكان البيت الراحة، لأن العالم يا رب بيتمخض بالألم الآن، لكن أنت اللي تسكت عجيج البحار وألام الأمم. بنرفعها أمامك رب من كل قلوبنا الآن، إنك تأتي بسلامك في وسطنا في هذا العام. بيقول كده: وتخاف سكان الأقاصي من آياتك، تجعل مطالع الصباح والمساء تبتهج. تعهدت الأرض وجعلتها تفيض، تغنيها جدا، سواقي الله ملآن ماء، تهيئ طعامهم لأنك هكذا تعدها. اروي أتلامها، مهد أخاديدها بالغيوث، تحللها، تبارك غلتها. كللت السنة بجودك وأثارك تقطر دسما. أنا بصلي إن النهاردة الله يكلل سنتك الجاية بجوده، بمحبته، بعطائه، بغفرانه، بحضوره، بتنبيه الروح القدس اللي يحيط بيك لحياتك، علشان تكون علاقتك بالله قريبة وأمينة أمامه. خلينا النهاردة نضع أملنا وثقتنا في من رأينا عمله في الماضي، ونتطلع بثقة معه في المستقبل. رب بنثق فيك في القادم من الأيام أو السنين أو اللحظات، نثق في محبتك يا رب، في اسم يسوع نصلي. الحقيقة أنا فكرت في موضوع الحلقة النهاردة، وكنت يعني موضوع حلقة النهاردة، وكنت بفكر أني أقدم حلقة أخف شوية من يعني الموضوع اللي أنا اخترته، لأنه كان على بالي يعني، لكن علشان أول السنة. لكن ابتديت أفكر أنه الواقع أننا إن لم نواجه واقع حياتنا بكل مشاكله ومصاعبه ونفهم مصادره، يبقى مفيش تصليح. فأنا قررت أن أنا أبتدي بموضوع يواجه الواقع الإسلامي اللي بيحاصر حياتكم كل يوم. ويمكن العنوان اللي اخترته النهاردة هيكون زي سلسلة نرجع لها بين الحين والآخر، يعني عندما يناسب الوقت ويكون في عدة جرائم إسلامية زي ما بنشوف كل يوم. عنوان الحلقة هو جرائم إسلامية. في كل ما نرى حولنا بنشوف انه الناتج على الارض من الوجود الاسلامي في اي مكان بيدينا على طول جرائم ضد الانسانيه، او جرائم ضد الناس اللي هم نفسهم عايشين الفكر الاسلامي. من المدهش جدا بالنسبة لي ان احنا النهاردة بنتكلم عن عقيدة بتعتبر دين متصل بالروح والنفس وحياة الانسان العملية والروحية. من المفروض ان احنا لما نقول كده، من المفترض انك تفكر انه الناتج عن ده هيخليك افضل، او يميزك بصورة ايجابية، او يجعلك يعني لك أثر في حياة الآخرين بناء وإيجابي. زي الكتاب مثلا لما يقول إن يتكلم عن أبناء الرب، يقول أنتوا جنس مختار، أنتوا مختارين، أنا اخترتكم، ميزتكم، أنتوا مميزين. بس مميزين بإيه؟ مميزين بالله اللي فينا، لأن الله اللي فينا بيخلينا نحب الآخرين، نغفر للأعداء، نقدم المساعدة، نبني لا نهدم، نحتمل عن الآخرين أو نحتمل من الآخرين، نحب الجار حتى ولو كان قاسي أو عنيد أو كاره أو لكن المفروض أن الصورة الإيجابية تنتج عن عقيدة تكون متصلة بإله حقيقي. لكن الواقع غير كده، الواقع يخالف ده تماما. معظم الجرائم والفظائع اللي بنشوفها النهاردة في العالم كله
ليها اتصال مباشر بتعاليم إسلامي وعقيدة راسخة منذ بداية الإسلام. يعني حد ممكن يقول انت بتعممي خالص كده، يعني انه العالم كله الجرائم اللي فيه أساسها الإسلام. أنا هقول معظم، ما بقولش العالم كلها، لكن أينما وجد الإسلام نجد أن هناك جرائم إنسانية فكرية يعني فيها تعدي على المجتمع أو حتى يعني داخليا. لو أسرة مسلمة عايشة في الغرب بتلاقي انه في تعديات على الستات فيها مثلا، او على الاطفال، او انا بعتبر ان دي جرائم ضد الانسانيه. يا حقيقه انه الغرب بي بي بيعاقب على ده. فانا هقول تاني انه معظم الجرائم اللي بتحصل في العالم اينما وجد الاسلام دايما متصله اتصال مباشر بتعليم إسلامي وعقيدة راسخة ابتدت منذ بداية الإسلام ومستمرة إلى اليوم. لأن نفتكر إيه؟ إنه الإسلام نقل بالعقل، وإنه الإرهاب النهاردة في العالم كله مركزه الإسلام، ومنفذوه دائما معظمهم مسلمين. هل في إرهاب يصنف، يعني أعمال تصنف إرهاب لناس من جنسيات بقى مختلفة أو ديانات أو خلفيات عقائدية مختلفة؟ فيه، بس النسبة ضئيلة جدا ولا ترتبط، لا ترتبط. إذا كنا بنتكلم على حد بيدعي أنه مسيحي مثلا، فده لا يرتبط بالعقيدة المسيحية بالمرة، لأنه ما عندناش حاجة في الكتاب بتقول إرهب الآخر. احنا عندنا حاجة بتقول ان احنا نموت من اجل الاخر، نقدم من اجل الاخر. انما الاسلام يعتبر الكل اعداء، ما دمت لست مسلم تبقى كافر، تبقى عدو، تبقى اسلم تسلم، يبقى اذا ما اسلمتش تدفع جزية، انت في خانة اخرى دائما. اوكي. وأيضا بالنسبة لموضوع فكرة الإرهاب اللي مركزه الإسلام في العالم ومنفذوه معظمهم مسلمين، في فرق بين جرائم الكراهية والإرهاب. هو الإرهاب جريمة كراهية، بس جرائم الكراهية مختلفة في العالم الغربي. يعني مثلا لو حد قام اضطهد الناس اللي من خلفية مثلا صينيين أو يابانيين أو هنود، أو لأنه بيحصل حاجات زي كده، يضطهدوا أجناس معينة من الناس، جنسيات معينة من الناس، دي جريمة كراهية. لو حد اضطهد اليهود دي جريمة كراهية. بس لما ترتبط بقى كراهية اليهود أو الانتي سيمتزم دي، لو ارتبطت بالإسلام بتبقى جريمة كراهية مرتبطة بإرهاب إسلامي على طول. ففي فرق. ليه في كل مكان يكون فيه الإسلام بترتفع نسب الجرائم اللي ضد الإنسانية وضد التحضر وضد محبة الإنسان عموما؟ لو شفنا النهاردة على مواقع التواصل الاجتماعي، هتلاقوا انه في كمية من المهاجرين المسلمين بينتشروا دلوقتي بقى ما بين اوروبا وامريكا وكندا وكده، وهتجدوا انه في دلوقتي زي ظاهرة كده انه المهاجرين دول بيمشوا يدوروا على الستات ويضربوهم في الشوارع او يغتصبوهم. أو لسه الأشهر دلوقتي بقاله يومين موضوع الست اللي في أعتقد فرنسا أو إنجلترا، ست حامل، اتنين طلعوا الأتوبيس شدوها من رأسها رموها على الأرض من الأتوبيس، رموها من الأتوبيس.
ليه؟ لأن دول الأعداء، وعندنا آيات بتقول إن الإرهاب يعني تكونوا مستعدين دايما علشان ترهبوا الناس اللي حواليكم، ترهبون به عدو الله وعدوكم. الأداء المعطاة هنا هي العنف، والرواسب دائما من رؤية الآخر على إنه عدوي، ورؤية الآخر على إني محتاج أنا أسيطر عليه، وإن أنا أكون القوام عليه، وإن أنا أكون الأعلى منه، وإنه أنا أخذ الأرض دي لله ورسوله. دي الرواسب بتاعت التعليم ده كله، لأنك ليس لديك أداة إلا أداة العنف، هي سموم التعليم الإسلامي. دي سم التعليم الإسلامي في حياة الناس. عبد الله رشدي كان في أمريكا من ما أعرفش هو لسه هنا ولا هناك ولا ما أعرفش. المهم الوعظة بقى، المحاضرة بتاعته، أنا بصراحة سمعت المحاضرة مرتين عشان أفهم هو يعني اتجاهه إيه. مفيش كلمة في المحاضرة اتقالت إلا لما كانت متلبسة كده متغطية في الإشارة إلى إنه إحنا لازم نستعد، وإنه الرسول قال للأتباع بتوعه إن هم يعني هيجي وقت ينشروكم نصين، وإنه زي ما كانوا بيقتلوا المسيحيين، وإنكم لازم تثبتوا زيهم. لكن اللي حاصل العكس، المسلمين هم اللي بينشروا الناس دلوقتي وبيذبحوا وبيقتلوا كل ده. بس هو الفحوة الوعظة بتاعته كانت إيه؟ إنه بيأجج الناس على مساعدة الناس في غزة والحرب والوقوف ضد إسرائيل. ولكن الكلام متغطي، هو مش بيقول لهم روحوا هناك، لا هو عايزهم من هنا، كل واحد يعمل دوره، يعني زي ما شفنا في شوارع الغرب عموما. لم أرى كلمة سماحة ولا كلمة سلام ولا كلمة غفران، لكن هو يعني إيه، جعجعة كلها إرهاب، والكلام على إنهم إزاي يدعوا على الناس دول، وإن الله لا يقيم لهم قائمة. اسمع الوعظة كلها كلام سلبي يحدد ويؤجج قلوب الناس. في الأسابيع الماضية بقى ناخد مثل حصل في الأسابيع الماضية عن عندما يكون الإسلام في مكان ما، دائما هناك جرائم ضد غير المسلمين. نيجيريا من أكتر البلاد اللي بتحصل فيها جرائم ضد المسيحيين. بس النهاردة أنا عايزة وإحنا بنتكلم في الموضوع ده، عايزة أوجه نظركم لثلاث أربع أمور مهمين جدا. وقت الكريسماس اللي فات حصل إنه قتلوا، دخلوا على كنائس وقتل فيها في عدة حوادث، مش بس كنائس. القرى اللي بيدخلوا فيها كانت قرى مسيحية، الأرقام مش واضحة، اللي بيقول 100 اللي بيقول 150، لكن و300 جريح. أنا يعني مش قادرة ألاقي مصدر صحيح للعدد، لكن الفيديوهات موجودة، الناس متقتلة جوه الكنيسة أو الناس متقتلة في القرية بتاعتهم حوالين بيوتهم، هما بيطبخوا، هما بيأكلوا، هما بعيالهم على ظهرهم، يعني مناظر بشعة جدا. للي ما يعرفش، نيجيريا فيها أكبر عدد من التجمع للمسيحيين في العالم. تخيلوا بقى، أنا صدمت بالمعلومة دي وأنا بقرأ الإحصائيات، لأن أنا كنت معتقدة أن مصر فيها أكتر تجمع للمسيحيين. طبعا لا، مصر تيجي في الآخر. فالنسبة الناس المسيحيين اللي موجودين في نيجيريا تقريبا من 40-48%، والباقي مسلمين، و يعني بعض المجاميع الصغيرة من ديانات أخرى.
فغالبا المسيحيين في نيجيريا أكتر من المسلمين، ومع ذلك في الكثير من الطوائف الإرهابية أو المنظمات الإرهابية بتلف تقتل فيهم كأنه يعني هؤلاء بلا قيمة من قتل الحرق. فاكرين يعني من سنتين ثلاثة دخلوا حرقوا الكنيسة والناس اللي فيها، يعني الجثث متفحمة في كل حتة. ليه؟ وليه في أعياد المسيحيين؟ يعني إيه الإشارة؟ خلينا نشوف السلايد اللي جاي ده. دي مجموعة من الناس في أحد المقابر الجماعية اللي بيعملوها. الناس عمالة بتموت بكثرة جدا، فبيفتحوا الأرض ويعملوا مقبرة جماعية والناس تتلم، هيعملوا إيه؟ الحكومة لا تساند، كلام بس. ولما تسمع الناس بقى من أماكن مختلفة من الحكومة بيتكلموا، يعني محدش فيهم بيتكلم بصورة إسلامية، لكن بيقولك يعني احنا يعني هنعمل ايه ولا ايه، يعني ما نقدرش نلوم جهة واحدة مثلا. يعني كي لسه في معلومات تانية مدهشة جدا عن هذه الجرائم اللي ضد الإنسانية اللي مصدرها الإسلام، لأنه الإسلام بيقول إنه دول يا يسلموا يا يموتوا. إيه الإسلام يعلم المسلم؟ إنه لا قيمة للإنسان اللي جنبه إن لم يكن مسلم، وإن لم يكن مسلم شبهه بالضبط كربونة، لكن لو كان شيعي لا، يدخلوا بيته ويحرقوه قدام عياله زي ما عملوا في مصر، والحرب تفضل مستمرة. مش كده؟ الضربة اللي كانت على إيران، داعش قالوا إن هم اللي عملوا الضربة دي على إيران. ليه؟ بتضربوا مجموعة من الناس ليه؟ ليه؟ ناس في الشارع ضربتوها، مات منهم 70 100. ليه؟ لأنهم شيعة. هو كده بس، هو كده. حد يديني تفسير لهذه الجرائم. أولا لازم نشوف أن الجرائم دي خلت غيرت شكل إنسانيتهم، شيء مرعب. شوف السلايد اللي بعد كده. ده شخص اسمه إبراهيم، طبعا انتوا مش شايفين حاجه لان ابراهيم في الصندوق بعد الكنيسه اللي حصل في الكنيسه. ابراهيم مدفون من غير راس، لانهم مش بس بيضربوا بالرشاشات، لا ده يعني اصرار على الدمويه والإهانة للناس للإنسان. تعرفين أنه الشعوب الأفريقية بيهتموا جدا بأنه الإنسان يدفن كله بحتة واحدة وكلام من ده، يعني لأنه ده يعني في حاجات في العقائد بتاعتهم كده. فلا ده يقطعه ويقطع راسه ويرميه في كل حتة. ليه؟ إبراهيم شخص عنده 3 عيال وما كانش بيعمل أي حاجة غير أنه راجل عايش حياته بصورة عادية، بيربي عياله وبيخدم بلده عادي، مسيحي، بس مشكلته انه مسيحي. في باحث اسمه ديفيد هاينداين، نشوف السلايد اللي بعد كده. عمل بحث عن كم الناس اللي اتقتلوا. الكلام ده كان 2021، عن كم الناس اللي اتقتلوا من 2016 اعتقد. بيقول لك 58,000 مسيحي نيجيري اتقتلوا من 2016. الصوره اللي انتوا شايفينها دي في دفاتر زي كده
بيقولوا انه ده زي ايه محضر او اثبات حاله للناس اللي اتقتلوا. صفحات وصفحات وصفحات من اسامي الناس وصور الناس اللي قتلوا وحرقوا من 2016 لحد النهارده. 58 الف نيجيري مسيحي، ده لو كان بس على كده، ده دول بس اللي في الدفاتر. انا دايما ما بصدقش الارقام دي. مين القتله؟ القاعده، بوكو حرام، جماعه الفلاني المسلحه المسلمه. ايه اللي بيجمع كل هؤلاء؟ من الذي يزرع الكراهيه والارهاب في قلوب كل هؤلاء؟ وليه في عيد الميلاد؟ فاكرين مصر من كنيسه القديسين لتفجيرات العيد او الاعياد عموما في كنائس عديده. مين اللي بيعمل كده؟ هذه الجماعات. مخرجهم ومصدرهم ايه؟ الشيخ العادي اللي ما عندوش، يعني الشيخ اللي شغلته شيخ، عارفين في واحد شغلته شيخ وخلاص، ولكن في شيخ زي الحويني كده شغلته انه يغير افكار الناس وعقيدتهم ويأدلجهم. الشيخ العادي ممكن يقول لك لا ده حرام برضو، يعني الواحد ما تعتدوش الا حد اذا حد اعتدى عليهم. لكن الشيخ التاني اللي زي الحويني والشعراوي وده وده يقول لك انه في فايده من انك تتعامل بهذه الطريقه، تفرض سلطتك، سلطه الاسلام بالطريقه دي على الناس دي. كراهيه المسيحي واليهودي مزروعه في الفكر الاسلامي من القرآن للسنة لحياة محمد لتطبيقات في حياة الصحابة. علشان كده النهاردة بنشوف انه اكتر دولة يعني فيها مسيحيين مسالمين، يعني معظم الناس دي مزارعين مسالمين، ما عندهمش حاجة يعملوها غير ان هم ينموا عيالهم ومجتمعاتهم وبيساعدوا في بناء البلد. ولكن يجي الجماعات الإرهابية دي باسم الإسلام طبعا لا يروا انه ليهم حق في الحياة، زي ما بنسمع النهاردة عن انه المسلمين بيقولوا انه اليهود هنرميكوا كلكم في البحر، مش كده؟ من النهر إلى البحر هتبقى بتاعتنا. ليه؟ عشان ليس لكم حق في الحياة. منبع الجرائم الإسلامية من تعليم الكراهية هو التعليم الإسلامي وحياة محمد وحياة الصحابة ومن نرى النهاردة من القادة اللي بيقودوا المسلمين في العالم كله. اتكلمت كتير معاكم وجبنا لكم أمثلة كتير من الشرق. لو يعني لو 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 حطينا الحويني من غير صوت هيعرف، هتعرف هيقول ايه. لو حطيت عبد الله رشدي من غير صوت او بس صورته هتبقى عارف هو بيقول ايه. فهمنا اتجاهاتهم. اوكي، لا تسلم، لا تحب، لا تمد ايدك، لا تشترك مع اليهود والنصارى. اما اليهود بقى فدي كل بقى لعنه الله عليهم والكلام ده كله. لكن عندما يعيش شخص في الغرب ويتربى في مدارس الغرب ويتولد في الغرب ومش عارف ايه، يعني يدخل الجامع يشيطنوه بقى، خلاص اختلف بقى، ما بقاش للقيمة الإنسان اللي قدامه قيمة إنسانية، بقى مجرد عارفين. أنا بشوف ساعات كده صورة في ذهني، الشخص المسلم المؤدلج عندما يرى إنسان مسيحي أمامه مثلا أو يهودي
فتحس كده انه في على طول تطلع العلامات زي كده سهم ومكتوب عليه كافر، ما تاكلش معاه، بياكل لحم خنزير، شارب للخمر، على جادجمنت كده، حاجات كل ايه حكم عليه، تحطه في خانه معينه ويبقى عدوي على طول، ما اقدرش يعني ما اقدرش احبه، ما اقدرش اسلم عليه، ما اقدر 100 حاجه، مش كده؟ فخلينا نشوف بقى الشخص اللي في الشيخ اللي هتشوفوه دلوقتي ده شيخ في الغرب، شوفوا بيتكلم ازاي على حاجه في منتهى التفاهه لكن ممكن تربطك بالمسيحيين. شوف الفيديو اللي جاي. I see a lot of Muslims nowadays getting involved in that secret Santa business. And this is very dangerous for Muslims to get involved in. It's completely haram for Muslims to congratulate, to gift non-Muslims on their festivities and to receive their gifts on their festivities. So if you're a Muslim, don't get involved in anything in any way, shape or form related to Christmas. شوفوا بقى هو بيقول ايه. دلوقتي في حاجة اسمها The Secret Santa اللي هو ايه، زي بابا نويل، بيعملوا لعبة كده، يدوا لبعض هدايا وكل واحد يسحب اسم من مثلا مجموعة، كل واحد يسحب اسم، وانا مثلا طلع لي اسم المخرج بتاعنا فهجيب له هدية، وهو ما بيبقاش عارف مين اللي هيجيب له هدية، عشان كده بيقولوا عليها بابا نويل السري. اوكي، فهجيب لك الهدية بعدين. فهو بيقول انه حتى اللعبه دي الناس بيعملوها ليه؟ في الشغل مثلا، بتشتغل انت في شركه ولا حاجه، فبيبقى من اللطيف انك تجيب حاجه بسيطه لحد من زمايلك، فيروحوا عاملين كده ومتبقاش عارف مين، و يو نو تتفاجئ مين اللي فكر فيك المره دي وجاب لك الهديه وكده، حاجه لطيفه جدا يعني، حاجه انسانيه لطيفه، لانه كمان الناس في الغرب بتعتبر انه في ناس مش هيجي لهم هدايا لان هم مثلا ما بيحتفلوش، مسلمين، بوذيين، ملحدين مثلا يعني، فيحبوا يعني ان هم انت يعني مش انت مش لوحدك، اهو انت كمان جبت لك شمعه، اي حاجه، مش كده؟ الشيخ الغربي ده يقول لك ايه؟ ده أمر خطير جدا، حرام جدا إنك تشارك فيه أو تاخد هدية أو تديهم هدية أو 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 تهنيهم على العيد، ده حرام حرام حرام. أنا عايز أفهم الراجل ده عايش في الغرب في مجتمع بيتعامل مع بعضه بمحبة، يعني في واضح إنه احترام، في محبة، في تقدير للآخر، يعني العامة كده، انت جبت منين الافكار دي؟ الافكار دي جت من التعليم الاسلامي اللي هو اتعلمه، انه لا توالي اليهود والنصارى، ما ينفعش. فيبقى في على طول من قصص الرسول بقى، اخرجوا اليهود والنصارى، حاربوا اليهود اللي هنا، هو صحيح في قصص ايه كده يعني معقوله مقبوله، والتانية على طول بتيجي تمحوها، مش كده؟ ففي بقى بدل ما المجتمع بيعلمه انه يكون جزء من المجتمع متعاون، يعني انت هتخسر ايه؟ لو حد جاب لك هديه قلت له متشكر، يعني هتخسر ايه؟ لو باركت حد بهديه، لكن لا، انفصاليه. اما تروح الجوامع اللي في الغرب، الجوامع بتعلم الناس اللي جواها انهم ما يكونش عندهم ارتباط بالمجتمع الغربي اللي هم عايشين فيه، لازم يبقى فيه انفصاليه. ليه؟ لانه في داخل هذه الانفصاليه بيحصل ايه؟ بيحصل انه كل التعاليم الاسلاميه الشريره بتمارس داخل العائلات المسلمه، فتهان المرأة ويضرب العيال، والراجل يتجوز 3-4 وكل حاجة، والجامع يوافق على الحاجات دي، ويبقى في كسر للقانون والكلام ده كله. ما انت لو رحت بقى، لو عندك علاقة بالغربيين هيكتشفوك فيبلغوا عنك، فلازم نبقى بعيد، نخلينا على جنب، نخبي على الـ الشر اللي جوانا ونعيشه أكتر.
بدل ما ننمو في الاحترام والمحبة والتبادل الحياة الكريمة مع الغير، لا بقى في كراهية وانفصالية وجريمة إنسانية، إنك تحرم الإنسان الطبيعي إنه يتعاطف ويفرح ويحتفل مع غيره أو يفرح لفرح غيره. ده كلام خطير وتوابعه خطيرة، وبيغيروا بيه شكل المجتمع الغربي. فإذا كنت بتعيش في الغرب وقف ضد ده، مسلم ولا مسيحي، أنت عايز تعيش في محبة ولا عايز تعيش تحت هذه الجرائم الإسلامية الإنسانية أو اللي ضد الإنسانية؟ إحنا سمعنا كتير من شيوخ في مصر عن عدم التهنئة، وموقفناش بس بقى عند عدم التهنئة، لكن بقى في بيننا وبينهم فاصل دلوقتي. المسيحيين دول بيننا وبينهم فاصل، يعني أهو اختار بقى هتقول له إيه. مثلا أحد الأصدقاء بيقول لي، كتب لي صديق مسلم بيحاول يعني إنه يقول له كل سنة وأنت طيب، بس مش عايز يقول له كل سنة وأنت طيب، فكتب له كلام ملوش أي علاقة، إن شاء الله تكون بخير، ربنا معاكو، بس حاجة زي كده يعني، أي كلام. طب ما بلاها من الأول، خلي تهنئتك لنفسك، ليه كده؟ ليه الإرهاق ده والعذاب ده؟ أوكي؟ النهاردة عايزة يعني، بالرغم من إنه الفيديو اللي أنا قدمته ده بالنسبة لي ده شيء جدي جدا، إنه يكون في هذا الانفصالية والتغيير والسواد إلى هذه المرحلة في الغرب. أوكي؟ لكن خليني أرجع مصر بس وأجيب لكم صورة من شيخ مودرن اللي هو إيه؟ الشيخ مصطفى حسني. شوفوا التويتر اللي كتبها لنا الشيخ مصطفى حسني، بيقول لك بقى إيه؟ هم عندهم بابا نويل بيوزع هدايا، وإحنا عندنا رسول الله يشفع علينا يوم القيامة. يعني يا بابا نويل، ماما عايشة، مش معرف، يعني I have no idea. لكن أولا الكلام ده لو فاكرين من كذا سنة الشيخ اللي كان حد اتصل بيه، الشيخ اللي كان بيطلع مع عمرو أديب، ده اسمه ايه؟ المهم يعني الشيخ كده، هو الجندي، الشيخ الجندي، خالد الجندي، اما حد اتصل بيه، ولد صغير اتصل بيه وبيقول له يعني هل انا ممكن اتكلم على بابا نويل او حاجه، او بابا نويل جاب لي هديه؟ ها، فبابا نويل جاب لي هديه دي خلته فرقع، فقال له لا لا لا، بابا نويل ده ايه يا ابني، لا لا لا، بابا محمد، فاحنا عندنا الرسول يشفع فينا، بلاش بابا نويل، بقول بابا محمد. ايه الهبل ده؟ اولا بس لمعلوماتكم يعني بابا نويل ده يعني بدعه، ما هيش حاجه المسيحيين، يعني ما هيش حاجه في عقيدتنا ولا اي حاجه. لكن نقطة الشفاعة اللي أنا عايزة أقف عندها، لأنه حتى ولو قال المسلمين أنه محمد هيشفع لمش عارف مين لتساوت أعماله أمام الله والشر مثلا مع الخير، فيقوم يشفع لهم يتقل ميزانهم، هو ربنا قاعد مستني يوزن بالكيلو؟ أنت عندك إيه هنا وأنت عندك إيه هنا؟ ما هي دي المشكلة، انه الانسان يفضل يعتقد انه هيكون في السماء بسبب اعماله. عايز اقول لكم حاجه عن محمد، كيف يقف هذا الرجل امام الله؟ هو لا يمكن انه يقدر يقف امام الله عشان يقدر يشفع في حد، لانه قاتل ومغتصب ومضلل وكاذب ومتعامل مع شياطين وانسان سيحمل ذنب نفسه وذنوب المسلمين اللي تبعوه اللي أضلهم. يمكن الـ يعني الـ الـ الصورة نقل موضوع الشفاعة دي، الشيخ ده بيهزر بيها، معرفش بقى ولا هو يعني فتاكة منه ولا إيه، دي علشان تاخدك من انك تفكر في تفهم يعني ايه
غفران الخطايا بسبب عمل المسيح، مش لصلاح فينا. دي فكاهة لكنها سموم إسلامية لخداع الناس. نفضل برضو معتمدين على أنه يعني نعمل اللي أقدر عليه، لكن هو بقى إيه الرسول هيشفع فينا عشان أنا قلت لا إله إلا الله، ولا هتلاقوه. دي مشكلة. من يستطيع أن يقف أمام الله بذنب واحد، ذنب واحد عملته، خطية واحدة عملتها؟ الكتاب بيقول إنه لا شركة للظلمة مع النور. ما تقدرش الخطية والشر اللي فينا ظلمة شر، لا يمكن أن نقف به أمام قداسة الله. فما بالك محمد بقى بكل ما صنع في عبر التاريخ. أنا بصلي إن الله يفتح قلوبكم النهاردة إنه الشفيع الحقيقي هو الله نفسه. في المزمور بيقول له يا رب انت اللي خلصتنا من معاصينا وخطايانا، انت اللي فادتنا. لان الله بنفسه هو الوحيد اللي يقدر يرفع عنك ظلم وظلمة الخطية. عايز اتنقل معاكم لفكرة اخرى تخص المرأة والجهاد. الحقيقة المواضيع تبدو إنها متنوعة، ولكنها كلها مرتبطة بزراعة وتنمية الفكر الإجرامي في الإسلام، اللي بينتقل للناس وبيحسوا إن هم يعني ده شيء من الفضل ان هم يعيشوا بالطريقة دي. فخليني اوريكم جزء من فيديو يعني بشجعكم انكم تدوروا عليه. الفيديو ده في على اليوتيوب اسمه عرائس الله، The Brides of Allah. اوكي. وهو متصور في سجن في اسرائيل للنساء اللي هم بيحكوا قصصهم هم اللي دخلوا السجن. والحقيقة أنه كلهم يعني قاعدين بيتكلموا مع الناس اللي بيعملوا انترفيو معاهم، يهود مثلا. أوكي. فهم بيتكلموا معاهم بسلاسة، وتحس أنه يعني أو في لطف بينهم في الكلام. ولكن لما تسمع الكلام اللي بيقولوه لبعض وليه هم اختاروا الاختيارات اللي اختاروها، يعني تشعر بمنتهى الأسى. لأنه الفكر الإسلامي لخبط الإنسانية اللي جواه. فخلينا نشوف أول واحدة، هي أعتقد اسمها سمر. نسمع قصة سمر. ويعني هي كانت دخلت السجن لأنها كانت بتعلم الناس وتدربهم على عمل المفرقعات وإنهم يعملوا عمليات انتحارية. أعتقد سمر كانت حامل في الوقت ده اللي هي بتتكلم فيه، لأنها دخلت السجن وهي حامل وكانت على وشك ولادة، ولكن أيضا عندها تلت عيال أعتقد. فهي حطت العيال على جنب وجوزها وحياتها وعملت العمل ده علشان تكون جهادية، علشان تخدم هذا الإله. شوف تعبيرها عن ليه هي عملت اللي عملته. كاتبين عني مقالة صورتي ومبشرينها هيك اللي زعلني انه هم كاتبين ارهابي او مخرب، لكن انا مش ارهابيه. قبل ما زوميه مهندسه ميتناي خبلا. أقول لك وأعيد لك هذا رد وحق طبيعي مني أنا. الجهاد حق طبيعي للرجال وفرض عين عليهم، وللنساء أيضا حق لنا، حق لنا نتدرب على هذه الأشياء كي نكون متسلحين، لأنه لا نملك الدبابات ولا نملك المدافع ولا نملك الرشاشات. كل ما نملكه هو الجسد هذا. عندما يدرب الإله الإسلام أتباعه على أنهم أدوات للإرهاب، أدوات للموت،
لانه هي بتقول لك انا ما عنديش بقى مفرقعات ولا مش عارف ايه، انا ما عنديش الا الجسد ده، فانا بقى اروح اضحي بالجسد ده. الله لم يطلب منا ابدا التضحيه بالجسد ابدا. الرب قال انه احنا اجسادنا هيكل للروح القدس تحترم، فيها محضر الله، مش انا اضحي بيها، لانه انا هدفي في الحياه مش حتة أرض ولا إني أعلي اسم إله الإسلام ولا أحط راية الإسلام في حتة، لا، أنا هدفي في الحياة إني أكون على علاقة مع الله وأكون صورة لله على الأرض. فرق. سمر كان نفسها تبقى ممرضة على فكرة، قالت أنا كنت عايزة أبقى ممرضة، بس جوزي قال بقى يعني إحنا يعني ملتزمين، ما بحبش حتة البيات برة ومش عارف ايه. فالمذيعة قالت لها طب ازاي انت عايز تبقي ممرضة تعالجي الناس وفي نفس الوقت عايز تبقي ارهابية؟ فهي بتقول لك لا انا مش ارهابية، انا زعلانة قوي ان هم حاطين صورتي وكاتبين تحتها ارهابية. امال تسمي قتل انسان اخر ايه؟ تسميه ايه؟ القتل على الهوية عقيدة إسلامية إجرامية، وأيضا قتل الإنسانية في نفوس هؤلاء. الست دي متألمة جدا، ما بتشوفش عيالها وحامل هتولد في السجن والطفل هيعيش معها في السجن. عايزاكم بقى تشوفوا الفيديو اللي جاي عشان تعرفوا أثر إله الإسلام على حياتها الشخصية نشوف. ولا مرة من يوم ما انحبست بعت لي رسالة، ولا مرة كتب لي كلمة. هلا ده زور. هلا جوزك يتجوز عليكي. بدك تكوني أنت مبسوطة يعني ولا؟ أنا بكابر حبيبتي. صح زعلت شوي، بس بنفس الوقت يعني لازم إني أنا ما أكونش أنانية يعني، حقه أول إشي. وش الإسلام شرع يعني للرجل يتجوز أكثر من وحدة إذا كان مضطر؟ الحمد لله عادي يعني، حتى إنه مرته هلا حامل. وحامل فيها بقولوا بنت وبده يسميها قاهرة على اسمه. في الآخر بتقعد لوحدها وبتبكي، لأنها في النهاية مش بس جوزها اتجوز عليها، ده بتقول لك من ساعة ما دخلت السجن ما بعتلاش ولا جاب واحد. في بداية الدوكيومنتري دي بتشوفي ان الناس بيجي لهم جوابات، بيستلموا جوابات من اهلهم وبيوزعوا على بعض الجوابات وبيبقوا فرحانين وكده. لكن سمر لا، جوزها هي دخلت، المفروض بقى ان دي القضية بقى الفلسطينية الكبيرة، المفروض انها بطلة بقى وكده. لا، هي عملت الدور الشرير اللي إله الإسلام كان عايزها تعمله، وجوزها برضو عايش حياته عادي بحق الله وبشرع الله، حقه برضو، بس هو هيسمي البنت على اسمي. استفادت ايه هي من انه لو كان لها قيمة عند الله، كانت في المفهوم الإسلامي يعني الراجل والست، لو عرفت قيمتك عند الله هتعرف قيمة الناس اللي انت معاهم عند الله برضو. فانا ما اقدرش اجرح جوزي او واحد يجرح مراته لانه عارف قيمتها عند الله، لانه لما اتجوزها اتحد بيها كانسان من خلال الله. لكن الفكر الاسلامي لا يرى الا استخدام هؤلاء بحياتهم بإمكانياتهم بألمهم لمصلحة هذا الإله، فيغير بقى المشاعر الإنسانية الطبيعية. ما شفتش ست بتتكلم على إن جوزها اتجوز عليها وما بكتش يعني عادي. لو كان ده عادي وتصميم إلهي لإزاي الناس بتعيش، ما كناش شفنا الألام دي. المفروض بقى يعني دي بطلة، طب احترمها مثلا، روح زورها،
ده مثل لكيف يتعامل إله الإسلام مع التابعي، بيلغي الشخص والشخصية ويبقى القضية لهذا الإله فقط. فدي يعني صورة من الصور اللي شفت فيها إنه الفكر الإسلامي يغير الفكر الطبيعي عند الست. الأم انت حامل وطلع تعملي عمليات تفجير وتعلمي الناس ازاي يصنعوا متفجرات، ازاي تعيشوا العيشة دي، ازاي مش خايفة على نفسك لكن انت حامل وعندك 3 عيال في البيت. علشان كده النهاردة العيال بتتيتم. نعم أطفال المسلمين بيتيتموا، بس برضو من صنع ايدينا ومن صنع هذا الإله. وتغيير يعني نظرة الزوج ليها على إنها أو يعني واحدة راحت عملت الدور اللي عليها ودخلت السجن، يجي غيرها، ما عنده مش هيطلقها، لسه عنده مساحة لثلاثة كمان، ليه لأ؟ قيمة المرأة، قيمة المرأة كإنسان في المجتمع بقت مشوهة عند الرجال وعند الست نفسها اللي بتقبل ده. عايزة اتنقل معاكم لصورة تانية من النظرة لقيمة المرأة في المجتمع بسبب الفكر الإسلامي وانتشار أو طغيان السلطة الإسلامية في مجتمع زي أفغانستان. شوف الفيديو اللي جاي ده فيديو صغير قوي تقدر تحطه وانا بتكلم، بيوري لك الناس واقفين اهو، واحدة ست ماشية بتعدي الشارع ويجي واحد من الطلبان اللي ماسكين بندقية دول وعصاية ويضربها عادي عادي. محدش يعني محدش التفت، وهي كملت مشي عشان لو وقفت هتتبهدل أو ممكن تتقتل. من بعد ما خرجت أمريكا بالطريقة اللي خرجوا بيها دي من أفغانستان، كانت الستات كانوا ابتدوا يخرجوا ويعملوا أعمال ويدخلوا المدارس والجامعات وعندهم بيزنسز وكده. كان تقريبا نسبة الستات اللي ابتدت تتعلم كانت طلعت 50% من الستات، وده كان حاجة كبيرة جدا ومجهود الستات كانوا عايزين يعملوه ويعيشوا. النهاردة في الثلاث أربع سنين اللي فات وأنا مش فاكرة قد إيه يعني، تعرفوا النسبة بقت كام؟ 3%. لأن المجتمع الإسلامي اللي بيحكموا أشخاص زي بتوع الطلبان دول اللي هم يعني شبه مين الطلبان؟ القاعدة وداعش وكل المنظمات الإرهابية الموجودة، حتى السلفيين. لو السلفيين عايشين في بتوع مصر مثلا، لو عايشين في دولة يحكمها الإسلام مش هتلاقي بنات بتروح مدارس مثلا. فالمجتمع اللي مسيطر عليه رجال بهذا الفكر، يعني ده راجل بيتصرف بحقه على النساء انه يربيها، يعني يوجهها يعني بأي صورة. فبقى النساء المرأة في المجتمع بقت مشاع لأي راجل مسلم يضربها يأدبها على كيفه، زي ما كان بيحصل في السعودية والجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رجالة وستات. أنت بلا قيمة، الإسلام هو الأعلى، والإسلام يضع السلطة في أيادي ناس لا تعرف إلا الإرهاب. فيصبح التعامل بقى الإنساني اللي بيننا كله جرائم ضد الإنسانية. البنت دي حست بإيه وهي بتتضرب في الشارع كده وكملت؟
دلوقتي بيقول لك انه مثلا الستات كانوا زمان في افغانستان كان عندهم تليفوناتهم، كان عندهم يعني تقضي بها حالها، تتصل بعيالها مثلا. يعني يقول لك دلوقتي ممنوع الست يبقى معاها تليفون، ممنوع. ولو بقى معاها تليفون يحصل ايه؟ الزوج او الاب اللي ادهولها هو اللي يتقدم. سلطان الاسلام يسيطر على كل شيء في حياتك الى الظلمة. شوف الفيديو الاخير ده، وهو فيديو مشابه بس يعني للي حصل للست دي. شوف الفيديو، الفيديو ده شايفين ده في السودان، قوات الدعم السريع بيعملوا ايه؟ بيضربوا ست، واضح انها ست كبيرة ومحجبة ومتغطية وكل حاجة، ما التانية برضو كانت محجبة ومتغطية. دول بقى قوات الدعم السريع في السودان، ده اضطهاد بقى من نوع او جيش الدعم الاسلامي ده. دول اضطهاد من يعني من نوع تاني خالص، لانه السودان فيها طوائف، البلد دي والطائفة دي والطائفة دي، فالناس دول بيبقوا عارفين القرية اللي هيدخلوها دول، الناس دول جنسهم ايه، فيقول لك انا ما اتجوزش من القرية دي مثلا، من الستات دول، لكن يغتصبوهم. مسلمين، دول ستات مسلمين وانتوا رجاله مسلمين، لكن هم دول مشاع. يفرق ده في ايه عن اي حد كان في وقت محمد بيدخل بلد وياخد اللي فيها وياخد سبايا وياخد يغتصب الناس وياخد حاجتهم والكلام ده كله؟ ما يفرقش، لان الاسلام علمك ان قيمة الانسان هو فين من اله الاسلام وفي اي طائفة، وكل واحد يقرر. للأسف يمكن النهاردة الصور اللي احنا شفناها ما كانش فيها حاجة يعني ما قدمناهاش قبل كده، لكنها صور حقيقية واقعية النهاردة بتحصل وما زالت مستمرة، فيها انتهاك لحقوق الإنسان وانتهاك لحياة الناس. هل ممكن ان يكون ده فكر الله؟ أبدا، استحالة، ده مش فكرة الله، لأن الكتاب بيقول أنه المرنم بيقول كده: يا رب أنت رحمتك عظيمة نحوي وقد نجيت نفسي من الهاوية. لأن المسيح نفسه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، لأنك أنت مهم، فلازم تعرف أن غيرك مهم عند الله. بصلي الله يعدل قلوبنا وأفكارنا وحياتنا لفكره هو، ويشفي العالم من الفكر الإسلامي بالكامل، في اسم يسوع. شكرا وإلى اللقاء.